حمور قوي. اخبارك يا جدعان؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. بصوا انا تعبان، يعني انا ايه، او مش بتعبان الصراحه، او انا داخل على التعب، عرفت اللي هو ايه، ما قبل العاصفه شكلي كده اليومين جايين ان مناخير احمرت دلوقتي، من دلوقتي ما اعرفش فاهم، هي بتبدا بدوخه فاهم وزغلله، وبعد كده تقلي في الدماغ، بعد كده تقعد على السرير بقى ما تقومش الاسبوع، يعني ربنا يستر ربنا يستر. الفكره بقى ان انا جاي اكمل على نفسي في فيديو النهارده، والله العظيم يعني انا كنت بفكر اجل الفيديو دوت شويه فاهم، بس انا عارف فاهم، انا في اخر فيديو هتعب، كنت اكون ميت بسبب الفيديوهات اللي بتبعتها لي، والله العظيم انا بترعب منها. ابعتوا لي اغرب فيديوهات، مش اكتب فيديوهات تضحك. المهم ربنا يستر ربنا يستر، واكمل الفيديو على خير. اتمنى تساعد اخوك الغلبان وتعمل لايك للفيديوهات وتشترك في قناه الاشتراك وتشغل الجرس وتسال عليا بعد الفيديو لو حصل حاجه، بكتب لكم في اول كومنت انا كويس ولا مش كويس. المهم اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في فيديو، انا نسيت ايه ده، معلش سالت لك في الاول، ما علينا يعني. النهارده يا جماعه الجزء الجديد من تحدي الضحك، في سلسله تبعتوا لي فيها الفيديوهات والفيديوهات اللي بتضحكني مش بتضحكني، ايه ده اللي قلت ايه ده، انتوا فاهمين اسمه تحدي الضحك. المهم لو عايز تبعت لي فيديو تحدي الضحك في ديسكورد هتلاقي اللينك تحت الديسكربشن، خش على ديسكورد هتلاقي روم معمول لتحدي الضحك، حط الفيديو بتاعك وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا ينفخ في صورتك وان شاء الله واشوف الفيديو بتاعك. المهم بس قبل ما ابدا وقبل ما اعمل الانترو، ما تخش فاكرها واقسم بالله فاكرها، انا بفكر يا جماعه ان اعمل فيديو مع الانسه اليكسا، سمعتش وهيبقى في تحدي بيني وبينها، هي تقول لي الغاز وانا احلها، ولو ما عرفتش احلها يبقى في عقاب وهكذا، يعني ما احتمال ده لو فيها نفس يعني، قولي تحت رايكم في الكومنتات وبس كده. نعمل الانترو بقى عشان ما ننساش ونقول ايه الاخبار يا شباب، معاكم مش تعمل لايك واشتراك ويلا بينا على الهيخه. مولود بيتكلم انجليزي موهبه، يعني ايه مولود بيتكلم انجليزي؟ كان عنده سنتين ونص ايوه، وبدا لما حد يجي يتكلم معاه يقول نو يس، من غير اي حاجه خالص. اوكي ماشي، المشكله شيء هو تم 3 سنين بقى يتكلم مثلا يشوف نجمه يقول ستار فلاور. ما انا كنت بقول كده والله، في ايه والله، الاكسنت عنده حلو قوي كمان. What you know about rolling down the day? What you bring goes now? You gonna cut me to free? What you bring goes now? You gonna cut me to free? That your people jump so much, but it's just slow motion. Allah alika. Yeah. You look at astronaut in the ocean. Yeah. You know about rolling down the day? What you bring goes now? You gonna cut me to free? But your people jump so much, but it's just slow motion. Yeah. أيوة. I feel like an astronaut. ما شاء الله عليه، ما شاء الله الواد نو يا أخي. الرئيس وحال مو. ده على كده انا كنت نابغه بقى والله، نهار واتش نو اباوت رولينج، نهار اسود وقعت اللي بعده مش عايزين جلطه، مش عايزين الجلطه ما تبقاش من الاول دلوقتي يا جماعه، ان شاء الله يعني ايه الجلطه تيجي في الاخر. ايه ده، فورمه الساحل وش ايه ده، في ايه؟ ايوه مش قادر، الشخه مش راضيه تنزل. انا توقعتهاش دي، وريني كده باشا تاني. لا اله الا الله الله عليك الله عليك الله عليك، الخلق الناطق هو ما شاء الله ما شاء الله، لا اله الا الله. اوكي انا ما توقعتهاش دي الصراحه، انا ما توقعتهاش. اللي بعده I'm here today to ask you about a few sunset ايه ده، استنى هو ده مش الجبلي، هو املي and what is your dream job and what is your هو بيعمل ايه؟ can you answer me or not؟ ايه ايوه بتطول الشعر. اوكي وعندي منبار يخلي شعرك نار. اوكي وعندي سجود يخلي وشي ابيض. اوكي وعندي كالونيا. اوكي I can't understand you. كالونيا دي بتخلي وشي كبير. لا اله الا الله. وعندي سندوتشات سلمون. لا اله الا الله. هاي سلمون. ايوه what is the meaning of سلمون؟ بنحط كالونيا. كالونيا نحط ايه ده، ايه ده؟ شعرك بهلوبيا. اوكي في ايه والله؟ شعرك؟ شعرك قوي. لا اله الا الله. انا بديت اتسدد تقريبا، في ايه؟ I love you. ابعد لي عودك. لا اله الا الله. البنت خفت منه والله العظيم، انا عملها كده. لا اله الا الله، خش اعملها كبده والله فاهم، لو نزلت تحت ايده هيعملها كبده والله، مش هيحلها لما تبقى مثلا ايه من امبابه وتحب واحده من التجمع والله. طبعا احترامي لكل الناس بتوع امبابه يعني فاهم، على راسي طبعا. حول الله يا رب، لا حول الله. اللي بعده انا خفت والله. ايه ده، في ايه؟ ايه ده في ايه؟ هو بيعمل ايه ده، في ايه؟ يا لهوي على الاحساس. يا
يا لهوي عاد ده متأثر قوي بالأغنية. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. لهفتك عليا يا لهوي على إحساسي. اوكي اوكي اوكي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده متأثر جدا يا جماعة، متأثر جدا بالأغنية. هيموت وهو شايف لهفته عليها. حول الله يا رب، لا حول الله، ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. العيب بدأ يزيد يا جماعة، في السخونية بتزيد دلوقتي والكحة هتيجي. اللي بعده اللي بعده، بقول لك طريقة عمل البيتزا في إيه ده؟ في إيه ده؟ ايه ده؟ ده بيعمل بيتزا بجد؟ ده هيدخله فرن الامن. ان شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله العظيم، فاهم؟ مهتم بالامن والله العظيم، يعني هيدعوا لك، والله العظيم هيدعوا لك، هيدعوا لك. يا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ ليه ليه بيعمل بيتزا في دماغ واحد؟ انا مش فاهم والله العظيم. يا رب بقى، يا رب النيزك، يا رب النيزك، يا رب النيزك. ماشي اللي بعده. عارفين دلوقتي انا بقيت اتفرج على اغرب فيديوهات والله العظيم، مش فيديوهات تضحك، انا اغرب فيديوهات بشوفها معاكم. انتوا ايه اللي بتبعتوا لي ده؟ يلا ونعمل كيل. ايه ده في ايه؟ الرباع عدم سحب اعواد القصب من عربات القصب. ايه ده في ايه؟ ده كله واخد واحده اصلا. ده حرفيا ده كله قاعد ياكل اصلا 70 جنيه. يعني ايه يابا؟ والله العظيم ده كله، ده كله فاهم، ده عامل لي واحد وكل واحد بيشد له عود. ايه ده؟ ايه ده؟ حرفيا اكلوا من فرط الجمال اقسم بالله. ايه ده؟ ومين ده كمان؟ كفايه حقن يا كوتش. حقن يا جدعان، والله العظيم انا عمري ولا خدت حقن. حقن ولا خدت بروتينات ولا خدت يعني اي حاجه في الجيم بتكبر عضلاتك. كل ايه ده؟ طبيعي. بتكبر يا باشا؟ يعني انا ما باخدش غير ايه بس؟ غير اني اروح أيوة. الجيم بلعب تمام. وباجي اخد. هو ده ايه ده بقى؟ هو ده اللي بقول لكم عليه، اللي يفرق معاكم جامد. قول لنا ايوه سر 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 الفورمه دي ايه؟ بالمكسرات. عسل بالمكسرات. لا بس انا عايزك ايه؟ نعرف لغنه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. لا باين بعد ما تروح الجيم ايوه معلقه عسل بالمكسرات تمام، مش هتلاقي في فرق ما بينك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا اللي شفت ده، انا ده انا اتخن منه، ده انا اتخن منه والله العظيم. لا بلاش احلف، مش انا همشي ورا الكوتش ده الصراحه. انا طمنت لك، انا طمنت لك ونفسي ابقى زيك. لا اله الا الله. اللي بعده اللي بعده. ايه ده؟ العربيه فاضيه. ايه ده؟ الو ايه؟ تمام. الو هو في ايه والله العظيم؟ مش فاهم. دي لجنه، انا مش فاهم ايه ده. لا اله الا الله. لا حته فيستك الصراحه، لا حته فيستك، باين انها حته فيستك. بكام الحته دي والله العظيم؟ انا مش فاهم والله تعمل كل الكلام ده. لا اله الا الله، لا اله. اللي بعده اللي بعده انت اللي بعده. ايه ده؟ هو ده مش انترافولتا؟ ده انترافولتا اقسم بالله صح؟ يا ترافولتا اي لاف يو يا ترافولتا. انت ايام شبابي الحلوه كلها يا ترافولتا. شفتوا ترافولتا؟ شفتوا ترافولتا؟ يو ماست كم كايرو يا ترافولتا. لا اله الا الله. ترافولتا مش هتطلب لي حاجه؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. ليه بنضرب السياحة؟ بيقولوا فاكر السياحة مضروبة ومش احنا بنضربها، احنا بنضرب السياحة. ترافولتا بتيجي ترافولتا؟ كايرو ترافولتا. ماشي يا ترافولتا، والله العظيم ما هيهوب ناحية الحدود. أنا بقول لكم، أنا بقول لكم من دلوقتي إن هو مش يلا يلا يلا, يلا. أنا آسف يا ترافولتا والله العظيم، أنا آسف والله العظيم. الراجل أصلا فاهم قاعد مش فاهم حاجة، فاهم كله بيضحك. فاهم هو أنت عايز إيه مني يا ولية؟ ماشي اوكي. اللي بعده ده احمد، رد عليا احمد. ايه يا جدع انت بس بقى؟ ايه ده في ايه؟ وسع ايدك دي بدور على حاجه. استنى استنى، انا بحب الحاجه دي فشخ. استنى استنى يا جدع انت بقى. خلاص يا عم عض ايد امك دي، بقول لك بدور على حاجه. استنى شويه. الله اسمع يا جدع، الحاجه دي بتركب كده فشخ والله العظيم. انا كنت شايلها انا يا احمد. عضك وشك ده بيعضوا. اصبر بقول لك، دي حاجه مش هنلاقي ناكل. الو يا ابن اللذينه، انا بحب الحاجات دي فشخ، انا بحب الحاجات دي. ابعتوا لي الحاجات دي كل يوم والله العظيم، انا ما عنديش مانع والله العظيم. يا احمد بقى اللي بعده اللي بعده. ايه ده في ايه؟ ده ايه ده؟ استنى، هي دي مش مرات كريستيانو ولا بتهيألي جورجيني؟ جورجيني صح، مرات كريستيانو دي. احمد احمد احمد.
والله العظيم يا جماعه الحاجات اللي بتخض لي فاهم احمد عايز اطلع على البرج انا كمان اطلع على الهرم انا كمان اشمعنى هو اسمعني اشمعنى هي اراهنكم ادوها بس شهر بلا حاجه فاهم واطلع على برج خليفه برضه هي كمان اللي ما اعرفش المسلسل بقى جيب بتاعها في رمضان انا اراهنكم يا احمد اللي بعده اللي بعده ايه ده مش حماده هلال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله انا يا جماعه بناشد لكل الناس اللي شغاله في ديزني يعني بجد ارفعوا علينا قضيه يعني ارفعوا علينا احنا قضيه والله العظيم فاهم شيلوا حقوق يعني شيلوا سبايدر مان من السينمات يا رب يعني ليه يا جماعه ليه المالتي فيرس يعمل فينا كل عماده هلال ميري جين اللي بعده في يا ست انت مين ايه ده ايه ده مالها فيه ايه ده الدرب ايه ده ايه ده ايه شربة بيبسي انسة لا اله الا الله ايه الكركره دي يا اسطى ايه ده ايه الحجر ده لسه راس الحجر حالا والله العظيم في ايه والله اتفرقع في حاجه يحصل لا ايه ايه والله يا اسطى بس ما ترصوش اكتر لا اله الا الله 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 عم بخ الله عم بخ اصل ما ترسلوش كده هو تمام كده هو ايه ده في ايه ده ضربه لتر بيبسي وفاهم والله العظيم وطالعه فاهم سمعنا الكركره حول الله يا رب حول الله يا رب ايه ده اوكي انا بحب الراجل ده انا بحب الراجل ده الصراحه اوكي بيعمل فيه مقالب هو اليوم باين من اوله اساسا عايز ايه تاني؟ ربنا يستر. هي ليلة غريبة اساسا. ربنا يستر. حاجة. يا ساتر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حد جاي. يا ساتر يا رب. في حد وراه. يا نهار اسوح. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. الو. يا نهار ابيض. ماسك شكله يا نهار ابيض. الماسك شكله مرعب اصلا والله العظيم. يا نهار ابيض. لو ما رجع ما طوحش فيه من الضرب والله العظيم. اللي بعد. اخر فيديو معانا عشان اتعب. ايه ده؟ اوكي ايه استنى دي ايه اه ايه دي الراجل اللي ورا ايه يعمل ايه بقى مش فاهم اه ايه استنى اتخض دلوقتي صح يا نهار اسمح يعني يا ابني يعني يا ابني اقسم بالله انا ممكن كنت اتنفضت والله العظيم انت متخيل الاقي فيه دراع مرمي كده كفايه وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده رب يكون فيديو عجبكم انا بعتذر والله العظيم فاهم لو انا النهارده مش في المود قوي او متعبش ولا انا بجد الموضوع بدا هيبدا فاهم واحده كده ربنا يستر يعني ربنا يستر والحق نفسي المهم شكرا لكم جدا على الدعم مش متوقع الصراحه ان الفيديو فات يعجبكم للدرجه دي وان شاء الله في حاجات من دي قدام كتير انا وعدتكم انا قلت لكم ايه في حاجات قدام هتبقى حلوه بصوا اهو مظبطكم المهم لو عجبك الفيديو تعمل لايك ولو انت مش مشترك اعمل اشتراك عشان خلاص نخش بقى على 700000 وبس كده تشتبهين على السوشيال ميديا انستغرام وتويتر وانا اشوفك الفيديو الجاي واه جود باي اللي بعده ايه ستوب